أجواء استثنائية عاشتها العائلات الجزائرية في السهرة الثانية من مهرجان جميلة الدولي. الحمد لله يا ربي لي جاو لي فامي وشرفونا ناس الغربة تاني يكلموني يصوروا معانا. انا شرف ليا كبير ان شاء الله ما تكونش الدوله والتاليه وصام في ان غرون بليزي اللي كنت هنايا في جميله وفي سطيف وحبابنا اللي جاونا اللي فانتيوعنا اللي نحبوهم وعندي كونفيونس فيهم نموت عليكم من القلب القلب. مختلف الطبوع الفنيه تالق في ادائها كل من الشاب خلاص ماسي الشاب عزيز والفنانه انيسه حجرسي التي امتعت الحضور باغانيها. دائما نتلاقاو مع الجمهور تاعنا كي سانسيغ الحمد لله سيتي تري بيان باسي وكان القدر يافي بوكو دو جون اي بوكو دو فامي. هكذا عبرت العائلات الجزائرية عن فرحتها ترديدا للأغاني تارة والرقص على إيقاعها تارة أخرى.